مساء الخير على كل مشاهدي قناة اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامجكم اخبار اون تايم. ان شاء الله باذن الله تكون حلقة مميزة كالعادة، وزي ما احنا متعودين معاكم هيكون لنا جولة في الساحة المحلية من خلال اخبارنا الخاصة، وكمان هيكون لنا جولة في اخبار كرة القدم العالمية واخر اخبار الالعاب الاخرى. كل ده طبعا تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها، وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجة واحدة بس هي اللي بتجمعنا، اكيد الرياضة. خلونا نبدأ زي ما احنا متعودين مع أبرز العناوين. الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة القمة، وكولر يفاضل بين شريف وكهربا. الزمالك يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقمة، وأوسوريو يضع الرتوش الأخيرة على التشكيل. ميسي يتحدث عن موعد اعتزاله دوليا والتحديات الجديدة مع انتر ميامي. انطلاق تصفيات فرد الشابات ببطولة العالم الخماسي بالاسكندرية. من العناوين نروح لتفاصيل اخبارنا، والبداية مع اخبارنا المحلية. نبدأ أخبارنا مع النادي الأهلي، اللي عرفنا هنا في أخبار أون تايم أن مسؤولي الأهلي استقروا على صرف مكافآت خاصة عقب مواجهة الزمالك للجهاز الفني واللاعبين كنوع من أنواع التكريم للفريق، طبعا بعد النجاحات الكبيرة اللي حققها الفريق خلال الموسم الحالي، يعني بعد حصد 5 بطولات ما بين دوري بقى أبطال إفريقيا ودوري وكاس مصر والسوبر المصري مرتين. ما فيش شك أن ده تقدير للاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير اللي قدموه منذ بداية الموسم الحالي. أما بالنسبة لآخر استعداد الأهلي طبعا أمام مواجهة كبيرة جدا للغريم التقليدي الزمالك، فالفريق النهاردة بيختتم استعداداته للمباراة ويدخل بعدها في معسكر مغلق بعد نهاية التدريب اليوم على ملعب مختار التتشي. السويسري مارسيل كولر بيفاضل بقى في المنطقة الهجومية بين الثنائي محمد شريف وكهربا، الاثنين عندهم طبعا من الامكانيات اللي تقدر تقدم كل حاجة حلوة، لكن خط هجوم المرد الأحمر استمتع بفترات طويلة جدا مع محمد شريف، لكن بقاله فترة الأخيرة هو صائم عن المسألة التهديفية، ولكن هو مع الزمالك بيسجل، يعني هو قدام نادي الزمالك بيجيب أهداف، فالراجل بيفكر إما شريف أو كهربا اللي بيعيش أفضل فتراته القروية مع الأهلي هذا الموسم، وده اللي عامل بقى حيرة عند السويسري مصر الكولر، إما يدفع بأحدهما في هذه المباراة. في الشك إن هي مباراة كبيرة بيستناها كل عشاق كرة القدم، مصر بتتقسم نصين أبيض وأحمر. استقر برضو مارسيل كولر المدير الفني الأهلي على منح عدد من اللاعبين الأساسيين راحة من خوض المباريات المتبقية بقى في الدوري وبعض البطولات، بعد المباريات يعني بعد مباراة بكرة. مباراة بكرة طبعا هي مؤجلة من الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدوري. ده طبعا الدرع الدولي هو رقم 43، يعتبر الأهلي خلاص حسمه بشكل رسمي، فكولر خلاص عاوز بقى يريح عدد كبير جدا من اللاعبين عشان ما يتعرضوش لإصابة إرهاق، وطبعا في مقدمتهم علي معلول وعبد المنعم والشناوي ومحمد هاني وبيرستا وحسين الشحات ومحمود كهربا وأليو ديانج ومروان عطية. السويسري عاوز برضو يفكر ان هو يعني بشكل جماعي يريح اللاعبين بشكل تدريجي، برضو هو يعني انا عاوز اريح عدد كبير جدا من اللعيبه لكن اخليها بشكل تدريجي لكن بعد مباراه الغد.
كمان استقرت إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة بالنادي الأهلي على تمديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد نهاية الموسم الحالي. وطبعا المنتظر أن يعقد أو يعقد مسؤولي الأهلي مع كولر جلسة مغلقة خلال الفترة المقبلة لحسم هذا الملف بالتحديد. ينتهي عقد كولر بانتهاء الموسم الحالي، من المنتظر أن يتم من المنتظر أن يتم تجديد عقد مارسيل كولر مع الأهلي لموسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية الموسم 2026. ويرغب مسؤول الأهلي في تأمين استمرار المدرب المميز بعد أن تلقى الأخير خلال الفترة الماضية عددا من العروض للرحيل عن القلعة الحمراء. كولر عقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل، ما فيش شك أنه مدرب كبير، وطبعا من حق إدارة النادي الأهلي أن يتواجد معاه لأنه خلاص في كل البطولات حقق العلامات الكاملة سواء على المستوى القاري أو على المستوى المحلي. لسه مع استعدادات مباراة القمة، ولكن المرة دي هنروح للنادي الزمالك اللي بيستعد ما فيش شك للمواجهة قوية أمام الأهلي بكرة إن شاء الله الساعة 8:30 على استاد القاهرة الدولي في الدوري الممتاز. يمكن المواجهة هي تعتبر الأهم، ما فيش شك في سجل تاريخ الفريقين الكبار، ولكن هي بالنسبة للخصوصية أكتر للكولومبي خوان كارلوس أوسيرو المدير الفني لنادي الزمالك. أول مرة يبقى يواجه النادي الأهلي على مستوى المحلي أو على مستوى حتى المباريات اللي أول مرة تجمعه بهذا النادي، ففيش شك أنها تكون مباراة بالنسبة له درس كبير. طبعا هو عنده بقى حساباته الخاصة، عاوز يرجع حسام عبد المجيد للتشكيل الأساسي لأنه طبعا راجع من بطولة كبيرة جدا قدمها مع منتخب بلادنا في المغرب. طبعا منتخبنا خسر الأولمبي هذه البطولة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، لكن هو تأهل رسميا لأولمبياد باريس 2024 وكانوا قدموا مباريات ممتازة، حتى المباراة النهائية قدموا أشواط إضافية، وقبل الأشواط الإضافية قدموا مباراة كبيرة. خسرنا لاعب لكن في الآخر ما كسبنا لعيبة رجالة. النهاردة برضو أوسوريو هيضع طريقة اللعب بقى اللي هي يعني اللي هو عاوز يعتمد عليها. ركز بقى أوسوريو على علاج الهفوات في الدفاع، واتكلم مع لعيبته ان احنا لازم نتفادى كل الأخطاء، وبيحذرهم من التسرع بقى في انهاء الهجمات عشان تستغل اي فرصة قدام النادي الاهلي وتربكه بدري. يعني انت النادي الاهلي لما تخش من وجهة نظر أوسوريو بدري وتشتغل عليه من اول ربع ساعة وتقدر تجيب فيه هدف وتستغل أخطائه وانت تحمي نفسك دفاعيا، اعتقد الامور هتمشي في صالح نادي الزمالك من رؤية أوسوريو. أوسوريو برضو بتفرج على مباراة الزمالك الأخيرة وتفرج على مباراة الأهلي الأخيرة مع الزمالك والأهلي عشان يقف على الإيجابيات والسلبيات اللي ظهرت طوال الفترة اللي فاتت. طبعا هو شغال على التطوير والعلاج الفني عشان ما زال الزمالك يحتاج لعدد كبير جدا من اللعيبة والاستكمال الفني الكبير، هو ده من وجهة نظره. أوسوريو اتفرج برضو على كل مباراة النادي الأهلي في الفترة الأخيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى القاري، وشاف طريقة لعب النادي الأهلي وأسلوب لعبه، وشايف الحالة الهجومية اللي بيعيشها النادي الأهلي والدفاع وطريقة الاستحواذ وأبرز التغييرات والورقات الرابحة في صفوف النادي الأهلي. مباراة ما فيش شك كبيرة، مباراة هتخلي الناس كلها تتفرج أيا كان بقى الأهلي كسب الزمالك كسب، في النهاية المبسوط والرهان دايما عند الجمهور. النهارده كمان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو هيحسم مصير نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الابيض في مواجهه الاهلي، اما يدخل بقى في يعني التشكيله الاساسيه او حتى في قائمه الفريق، لكنه بيخضع لبرنامج تاهيلي مخصص له من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب الاصابه اللي عانى منها في العضله الخلفيه في الفتره اللي فاتت. وطبعا على ضوء بقى اداء وحالته الفنيه والطبيه اعتقد هيكون يعني قرار الكولومبي اما ان ينضم لهذه القائمه او من عدمه. كمان الجهاز الفني للزمالك هيعاني في مباراة الأهلي من بعض الغيابات، وأبرزها وطبعا هي مؤثرة على القلعة البيضاء الونش اللي بنتمنى له طبعا العودة سريعا، واحد من أفضل المدافعين. عندك مصطفى شلبي عنده إصابة بكسر في وجه القدم، عبد الشافي وعبد الله جمعة لعدم الجاهزية، وعندك ثنائي بقى يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر لاقتراب رحيلهم عن القلعة البيضاء. ما فيش شك إن هذه المباراة كل منهم يعني بعيدا بقى عن مباراة الزمالك والأهلي يعني كل منهم عندهم قدرة كبيرة جدا ان هم يمتعوا جمهورنا الحالي. الزمالك عنده نقطة برضو بعض المشاكل في الوقت الحالي، عاوز يوفر غرامة
لنادي سبورتنج لشبونه الخاصه بمحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق عشان يرفع ايقاف القيد عن القلعه البيضاء. بيبذل مسؤولي الزمالك قصارى جهدهم من اجل توفير الغرامه المستحقه لنادي سبورتنج لشبونه والبالغه 1,500,000 أورو من اجل سدادها الاسبوع المقبل ورفع عقوبه ايقاف القيد عن الفريق حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديده قبل المشاركه في البطوله العربيه. تلقى اتحاد الكره خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بيفيد ايقاف القيد لنادي الزمالك بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونه البرتغالي بخصوص صفقه شيكابالا. وده طبعا يعني هذا الايميل اللي وصل للفيفا والخطاب وصل لنادي الزمالك والزمالك شغال على هذا الموضوع. لكن خلونا نرجع نتكلم مره ثانيه عن مباراه القمه وتحديدا مباراه الدور الاول اللي جمعت بين الفريقين وشهدت فوز كبير للنادي الاهلي بنتيجه 3-0. احرز وقتها كهربا الهدف الاول واحرز محمد شريف الهدفين الثاني والثالث. قبل مباراه القمه اللي هتقام غدا فالتقى القطبان في 125 مواجهه سابقه في بطوله الدوري الممتاز، ساد التعادل في 50 مباراه بين كل واحد فيهم، فيما كانت الغلبه للنادي الاهلي في 48 لقاء مقابل 27 انتصار للقلعه البيضاء على مستوى الدوري. مفيش شك ان هذه المباراه تحمل معاني كثيره من المتعه والاثاره والجديه والنديه. فريقين عاشوا طول فترات السنوات اللي فاتت دي كلها بيمتعونا وفرحونا سواء بقى على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي. كل ده مفيش شك هيستمتع بيه الجماهير باذن الله بكره. نروح لكابتن مصر وكابتن نادي النادي الاهلي وكابتن نادي الزمالك كابتن محمد عبد الجليل، وحشني جدا وكل سنه وانت طيب. وحشني كتير، ازيك يا احمد؟ اخبار حضرتك ايه؟ متألق دايما يا حبيبي. الله يخليك، وحشني جدا جدا، طمنا عنك، كله كويس؟ كله تمام يا حبيبي. مباراة كبيرة ما فيش شك، حتى لو كان الأهلي حسم الدوري، الأهلي والزمالك قصة كبيرة، حضرتك لبست التيشيرت ده والتيشيرت ده، عارف قيمة هذه المباراة، برأيك المباراة هتكون فنيا هتبدأ إزاي؟ الأول مبروك النادي الأهلي الدوري، يعني حاجة محترمة جدا النادي الأهلي يحرز البطولة، يحرز حوالي أربع بطولات خمسة ولا لسه؟ خمسة أربعة ولا خمسة؟ خمسة خمسة في عين العدل خمسة رقمية. ماتش اهلي والزمالك احمد بيبقى احتفاليه لوحده، سواء ده خد الدوري او ده خد الدوري، ده ماتش دايما في الذاكره، دايما بيبقى بيمتع الناس بتستناه زي ما يكون في عيد بيبقى جاي كده. فماتش الاهلي والزمالك المره دي الفرقتين فايقين. يعني ايه فايقين؟ يعني الزمالك ابتدى يرجع لمستواه تدريجيا. اهلي في الزمالك ابتدى بقاله فتره مع اوزيريو شغال كويس حفظهم طريقه، والاهلي بسم الله ما شاء الله من بعد ماتش صن داونز الانطلاقه مستقر فنيا الحمد لله، مستقر فنيا واداريا وكل حاجه. فالماتش المره دي هيبقى فيه فنيات عاليه قوي. طبعا انت برايك ان اللعيبه بقى طبعا الفرقتين هيخرجوا بره الضغوط، خلاص انت حسمت الدوري وانت بعيد عن المنافس الدوري، فانتوا خلاص بقى متعونا كوره، يعني رساله او عنوان مباراه بكره هي مباراه كوره فنيه بقى، يعني ناس تبسط، ولا ايه رايك؟ المفروض صح، المفروض، بس الماتش ده برضه الضغوطات بتاعت اهلي وزمالك بتبقى أرقام على اللعيبه، بتبقى شديده جدا على اللعيبه، لان ده كسب او ده كسب بيعكن على جمهوره شويه، يعني في الذاكره فتره طويله، بالذات لو الزمالك عمل نتيجه ايجابيه، يعني بيسموها ايه؟ يعني بيعكن على الاهلي في الاحتفاليه بتاعته. هي حسابات بقى بتاعه الجماهير، لكن انت كراجل لاعب كره قدم وجوه الملعب بقى وعشت الاجواء دي، انتوا بقى جوه الكواليس بتتكلموا قبل هذه المباراه ايا كانت الحسابات زي ما احنا اتفقنا، مين فاز بالدوري، مين كسب، مين هيكسب، انت بقى عشت المطبخ ده وعشت المطبخ ده، الحكايه بتبدا ازاي؟ بص انا عجبني سيد عبد الحفيظ قال للعيبه ما فيش احتفاليه امبارح واول امبارح لما بيراميدز، وكولر اكد على الكلام ده برضه، وكولر اكد، فدي حاجه محترمه، دي باين اهتمام النادي الاهلي بالمباراه. يعني ناس كتير قالوا ممكن الاهلي يلعب بالصف الثاني خلاص لا، ده ماتش بطوله، ماتش بالذات في الظروف اللي هي فيها شد وجذب ما بين الاهلي والزمالك الفتره دي، فالمباراه واخده حته ثانيه، يعني مين اللي ينتصر مين اللي يفوز، وانا شايف ان المباراه لازم تبقى فيها فنيات عاليه زي ما قلت لك. الطريقه بتاعت الزمالك بيلعب بيها الاهلي ممكن يحرز اهداف،
وبرغم كده ممكن الزمالك يحرز اهداف، لان كره الراجل اوزيليو كره هجوميه، صح؟ يعني الراجل بيهاجم بحوالي 5 6 لعيبه او 7 لعيبه، ممكن يوصلوا لـ7 في وقت من الاوقات. النادي الاهلي ما دخلش فيه اهداف بقاله بسم الله ما شاء الله من ماتش المقاولين اللي في اعتقد شهر 3. لا، هو النادي الاهلي حتى الان على مستوى الارقام هو الاكثر والاقوى سواء دفاعيا وهجوميا. لكن لو اتكلمتك بقى، حطينا المعيار، الاهلي يعمل ايه عشان يكسب والزمالك يعمل ايه عشان يكسب؟ بص، هو هيبقى في الاول يعني جس نبض جامد قوي، ايه اللي هيسيطر على نص الملعب ذات الفتره اول تلت ساعه هو اللي هيقدر يتحكم في المباراه. الاهلي نص ملعبه من اقوى نص ملعب في افريقيا دلوقتي، الثلاثه بتوع نص الملعب برغم غياب حمدي فتحي ولكن وجود مروان اضافه كبيره قوي نص الملعب بجانب اليو ديانج بجانب ممكن اليو ديانج يغيب عشان الايقاف اللي عنده، وكذلك في الناحيه التانية دونجا لسه ما اطمنناش او ما صرحش الجهاز الطبي او الفني عن المشكله بتاعته اللي هي في الخلفيه، فانت برضو ممكن هنا او هنا يخسر احد العناصر المهمه بالنسبه لنص الملعب زي ما حضرتك تفضلت وذكرت. ممكن بس الزمالك بقاله ماتشين بيكسب بدون دونجا، يعني صح بالعكس ده اداؤه كويس الفترة اللي فاتت نص ملعبه، يعني فتوح عامل إضافة في نص الملعب مكان جديد ليه ومكان مميز قوي بيلعبه. فوجئت إن إبراهيم الزاوية الراجل بيلعبه باك ليفت المرة اللي فاتت، أو مش باك ليفت يعني بيلعبه على الطرف وبيرجع يدافع. هاف ليفت. بس فوجئت إن الزاوية بيرجع يدافع مدافع شرس. بس ما أعتقدش إن الراجل يلعب بالطريقة دي قدام فرقة كبيرة زي النادي الأهلي، يعني هيبقى فيها ريسك جامد، لأن النادي الأهلي عنده الثلاثي اللي قدام حاجة بسم الله ما شاء الله فايقة، بشداو وحسين وكهربا أو شريف عصابة. القادر لا يعني 3 4 لعيبة بسم الله ما شاء الله فايقين قوي. طب لو كلمتك يا كابتن مصر عن المسألة، لو راحت رقميا بقى، الأهلي فاز في الدور الأول 3-0 وكان محضر كويس وهدف وراح أكتر من كام مرة، أنت ظروف المباراة دي ممكن تمشي معاك، هل تروح لهذا الرقم ولا ممكن تبقى فيها حذر من الفرقتين؟ والله ممكن تروح لو الزمالك ما تمسكش حتة دفاعيا كويس، لأن هو أنت بتلاعب فرقة يعني فيوتشر الشوط الاول كان ممكن يكسب الزمالك فوق الاثنين، بس عمل كامباك كويس الزمالك. هو ده انا بقول لك الزمالك فايق، يعني ابتدى يفوق، ابتدى اللعيبه تركز، ولكن انت بتلاعب فرقه قويه النهارده، بتلاعب بطل افريقيا، صح؟ فانت لو ما كنتش حريص بعيد عن الانتماءات، انا اهلاوي وانت عارف ان انا ما طبعا. يعني حته ولكن الزمالك لو ما تمسكش كويس الاهلي ممكن ودايما الاهلي بيلعب اول تلت ساعه بيضغط على الخصم بيعرف يحرز اهداف. المباريات دي فيها تفاصيل صغيره يا كابتن، التفاصيل دي من وجهه نظرك ايه؟ انت بقى لعبت كوره وانا راجل ما لعبتش زيك، فانت عارف التفاصيل الصغيره اللي بتفرق قوي مع الجمهور اللي سمعنا. ايه التفاصيل الصغيره اللي ممكن تخلص مباراه زي دي، اما بقى في اي تلت منهم، التلت الاول او الثاني او الثالث؟ الهدوء، اللي يجيله فرصه يستغلها، فوقان اللعيب في الماتش ده، دايما ماتشات الاهلي والزمالك اللعيب اللي فايق يوميها هو اللي بيقدر يخلص، هو التفصيله الصغيره ان اللعيب يبقى فايق، لو اللعيبه مش فايقه ومش مركزه هيطلع المباراه، يعني في مباريات كتيره خلصت 0-0 وخلصت بطريقه مش حلوه لو اللعيبه مش فايقه، لو اللعيبه مش مركزه في الملعب. طيب برايك يا كابتن مصر، دايما عودتنا بالمباريات دي بالذات ان هي بتفرز لعيبه ما بيبقاش عليها الضوء، الناس مثلا تكون مركزه في الاهلي مع مروان عطيه مثلا، مركزين في الزمالك مع حسام عبد المجيد او زيزو، تلاقي في المباراه دي تكتشف لعيبه تانية، هل هي بتاخد طابع داخل اللعيبه نفسي، ولا انت برايك ان اللعيب بيعمل ايه عشان كل مباراه من المنافسه دي بتشوف لعيب تاني جديد، برايك ايه؟ مش شرط ان النجم هو اللي ممكن يكسب الفرقه، ممكن لعيب، وانا متخيل ان الدور كبير هيبقى لعبد المنعم ممكن في احراز اهداف محمد عبد المنعم المباراه دي، او ممكن محمد هاني، ممكن يعني واحد مش في الحسابات، ممكن حسام عبد المجيد، صح زي ما انت قلت، يعني دايما ماتشات اهلي والزمالك
ما بتبقاش اللي هو مثلا النجم، الناس تقول ايه كهربا هو اللي هيخلص، صح. لا الناحيه الثانيه يقول لك شيكابالا او جزيري او زيزو، لا ممكن يجي واحد من بعيد قوي هو اللي يخلص ماتش ده، ممكن القندوسي النهارده يبقى ليه دور، صح. فاهمني؟ زي ما قفشه كان ليه دور في القاضيه ممكن وخلص ماتش، ما كانش الناس متوقعه ان قفشه ممكن هو اللي يخلص يعملها هدف ماتش، هي دي ممكن المباراة. المباراة الاهلي والزمالك دايما بتفرز نجوم جديده، لكن لو رحت معاك للحاله الفنيه للاهلي والزمالك الاثنين تمام، لكن الاثنين تمام تتفق معاه؟ طبعا طبعا طبعا. الزمالك وده اللي منبسط الواحد لان بيحتاج يشوف مباراه حلوه صح. يمتع نفسه فيها. النهارده في 4 5 لعيبه في الزمالك فايقين، في 7 8 لعيبه في النادي الاهلي فايقين، انت فاهمني؟ دي طيب بتبقى اداء المباراه بتبقى حلو، الريتم بيبقى حلو. طب لو الاثنين تمام، حظوظ مين بقى اقرب؟ اخر سؤال، مين يا مين الاهلي الاهلي كام من وجهة نظرك؟ الاهلي ممكن يكسب 2-0 3-1 يعني، ممكن النادي الاهلي لو شرس في الهجوم بتاع ممكن يعدل 2، ممكن لو يعدل الزمالك متماسك ممكن تبقى 2-0 2-1، ولكن الفوز هيبقى للنادي الاهلي ان شاء الله، لان النادي الاهلي عارف انت نفسه مفتوحه وده مباراه مش عايز يعتمد على جماهيره، بحسبها حسابات تانية مفيش الدوري شك. بطولة لوحدها مباراة الأهلي والزمالك بطولة. وبقى انا عايز اتكلم على حته بقى ممر اتفضل. شرفي، تسليم درع، الاهلي ما بيفكرش في الكلام ده، انت عايز تعمل ممر شرفي اعمله، مش عايزه ما مش هتقلل من حد يعني، انا مش مستني الاهلي مش مستني حد يعمل له ممر شرفي او يستلم درع النهارده او بكره، بالعكس استلام الدرع يبقى ممكن في نهايه الدوري احسن يعني، احنا ما فيش دايما شك متعودين ان الاستلام الدرع ده بيبقى في اخر مباراه في الدوري يعني مش بالظبط، شرط. سواء بقى مباراة الزمالك او غيره، فهي في النهاية لم تقتصر على احدهما. لكن انا كنت سعيد ان انا كنت معاك، وكنت وحشنا جدا، وكل سنة حبيبي وانت يا احمد طيب يا كابتن مصر. انت طيب حبيبي، شكرا كابتن محمد عبد الجليل نجم النادي الاهلي ونجم نادي الزمالك، كنت سعيد جدا بالكلام والفكر اللي انت اتكلمت عنه عن مباراة الغد. لكن خلينا نكمل مع حضراتكم ان في النهارده عندنا ختام لمباراه الجوله 33 للدوري، عندنا مباراه مهمه جدا، المقاولين هيحل ضيفا ثقيلا على الاتحاد السكندري في الساعه 8:30 مساء اليوم الاربعاء على استاد اسكندريه، ويحتل نادي المقاولين زي ما انتم عارفين المركز السادس في جدول مسابقه الدوري برصيد 43 نقطه بعدما خاض ذئاب الجبل 32 مباراه. فاز المقاولين في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء وخسر 7 مواجهات اخرى وسجل لاعبيه 34 هدف واستقبلت شباكه 29 هدف، بينما يحتل يعني سيد البلد المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقه الدوري الممتاز برصيد 42 نقطه، حقق الفوز في 12 مباراه، تعادل في 6 مباريات والهزيمه في 14 مباراه. يدخل الفريق المواجهه بمعنويات منخفضه حيث خسر الاتحاد لقاءه الاخير من الاهلي في الدوري، بينما برضو المقاولين عنده نفس المعنويات بعد هزيمته القاسيه امام الزمالك اللي ودع على اسراء مسابقه كاس مصر من دور الثمانيه، كمان خسر في المواجهه الاخيره بالدوري امام الداخليه بهدف نظيف، ومنذ الفوز على حرس الحدود في 16 مايو الماضي بثنائيه نظيفه لم يتذوق ذئاب الجبل طعم الانتصارات في مسابقه الدوري. حكايه جديده من حكايات الدوري هنشوفها النهارده، لكن في الاخير هي متعه كرويه مستمره بنهايه الدوري. نروح للنادي الاسماعيلي اللي طبعا يعني تنفس الصعداء بعد ضمن بقائه في الدوري الممتاز، وتصرف يعني اللجنه الثلاثيه بذكاء في التعامل مع الفرقه، فصرفت النهارده مكافاه باداره النادي يعني مكافاه الفوز على فريق الداخليه للاعبين في المباراه التي جمعتهم على استاد السويس في اطار منافسات الجوله 33 من بطوله الدوري. اسماعيلي فاز على الداخلية بهدف بدون رد ليضمن البقاء في بطولة الدوري بشكل رسمي، ليخرج درويش من كابوس الهبوط بعد موسم صعب وكارثي على كل الجماهير والإدارات الفنية واللاعبين لما به من العديد من الأزمات والمشاكل، لكن في النهاية اسماعيلي هو أحد الأندية الكبيرة التي تذوقت طعم البطولات ومتعت الكرة المصرية بكثير من المهارات، أفرزت عدد كبير جدا من اللاعبين أصبحوا نجوم الشباك، لكن في النهاية إحنا وكل المحبين لكرة القدم هيكونوا زعلانين جدا إن هذا الفريق الأصفر برازيل مصر يغيب عن الأضواء. عودته عودة مهمة، عودته استكمالا لقوة هذا الفريق، إن شاء الله يتعافى ويعود لقمة يعني الترتيب ويعود لهويته اللي تعودنا عنها ويفرز لعيبه جديده ويشوف بقى قطاع الناشئين اللي عودنا ان هو يدينا كوره حلوه ويمتعنا كتير. نكمل اخبارنا عن يعني الانديه
يمكن قررت اداره المسابقات برابطه الانديه تحت اشراف كابتن الاستاذ عامر حسين عضو الاتحاد الكره تقديم موعد مباراه بيراميدز وطلع الجيش في الجوله الاخيره من عمر مسابقه الدوري الممتاز لتقام يوم الجمعه المقبل في الساعه 8:30 بدلا من يوم السبت لتقام في نفس موعد مباراه حرس الحدود وغزل المحله واسوان والداخليه والبنك الاهلي مع فيوتشر، بينما تقرر ترحيل مباراة إنبي وسيراميكا لتقام في 7 مساء السبت بدلا من الجمعة. طبعا الترحيل ده من أجل طبعا تكافؤ الفرص بين كل الفرق في نهاية المسابقة. فاصل قصير مشاهدينا الأعزاء، ابقوا معنا. الاخر دلوقتي اخبارنا هتبدا من بطوله العالم للخماسي اللي انطلقت صباح اليوم. هذه المنافسات تصفيات فردي للشباب ببطوله العالم للخماسي الحديث تحت سن 17 سنه والتي تستضيفها ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندريه خلال الفتره من 10 يوليو حتى 17 من الشهر ذاته. وتشارك مصر في التصفيات باربع لاعبات وهن جنه وليد وفريده ابو هاشم في التصفيات الاولى، وصار عمرو وريتاج علاء في التصفيات الثانية. بدأت تصفيات المجموعة الأولى بمنافسات السلاح في الساعة 10 صباحا، على أنه تنطلق منافسات الموانع في الساعة 4 ثم السباحة الساعة 5:30 والليزر في الساعة 6:45. انطلقت أمس البطولة بمنافسات تتابع الفرق، واستطاعت مصر التتويج بميداليتين بواقع ذهبية في تتابع الشباب وفضية في تتابع الشابات، حيث توج محمد حاتم وأسامة مدحت أمس بالميدالية الذهبية في تتابع الفرق للشباب، بينما تواجدت كل من سارة عمرو وفريدة أبو هاشم لاعبة المنتخب الوطني بالميدالية الفضية بمسابقة تتابع الفرق شباب. طبعا كل التوفيق لمنتخبنا، لكن خلونا نروح من الخماسي الحديث لكرة الطائرة، حيث أعلن النادي الأهلي رسميا تولي المدير الفني الأسباني فرناندو مونوس تدريب الفريق الأول لكرة الطائرة للرجال. المدرب الأسباني طبعا عنده تاريخ ومشوار كبير جدا في عالم التدريب، طبعا عام 1999 تولى تدريب نادي الماريا الأسباني واستمر معه حتى 2004، ومن أهم محطاته التدريبية كانت منتخب إسبانيا خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2020، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، حيث حصل مع المنتخب الإسباني على الميدالية الفضية في الدوري الأوروبي عام 2011 في سلوفاكيا، والميدالية البرونزية في الدوري الأوروبي أيضا عام 2012 في تركيا، والميدالية الفضية في دورة الألعاب البحر المتوسط في ترجوانا في عام 2018. فيما أعلن الأهلي تولي إبراهيم فخر الدين تدريب فريق الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي. ما فيش شك أن طبعا اختيار مهم جدا للنادي الأهلي أنه بيختار هذا المدرب صاحب السيفي الكبير. لكن عندنا خبر مهم جدا، منذ قليل انتهت مباراة منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 21 سنة بفوزه على المكسيك، ودي طبعا في بطولة العالم لكرة الطائرة تحت 21 سنة المقامة بالبحرين. منتخبنا عنده مباراة بكرة أمام التشيك، كل التوفيق لمنتخبنا عشان يحسن الترتيب العالمي. فوز مهم وانتصار يفرق كتير جدا مع منتخبنا خصوصا للشباب، كل التوفيق ليهم لعيبة رجالة، قدموا مباراة كبيرة النهاردة، وان شاء الله عندنا برضو بكرة مباراة أمام التشيك كما ذكرت، ان شاء الله يفوزوا ويرجعوا دايما بالترتيب المميز. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. مرحبا بحضراتكم من جديد، وصلنا لاخر فقراتنا وهي فقره وان شوت. دايما بنقول ان العمر بالنسبه للاعب مجرد رقم، في عالم كره القدم دايما بنفكر دايما ان انت هتوصل لمرحله معينه من العمر تقف، لكن في لعيبه كتير محافظه على نفس الاداء والمجهود داخل المستطيل الاخضر رغم تقدمهم في السن وتجاوزهم كمان سن ال 35، ودايما كنا متاكدين ان مع تطور اجهزه الاستشفاء ودخول بعض اللاعبين يعني للتعامل مع التقنيات الحديثه اللي بتساعدهم على انه يحافظ على مستواه، لكن مش طبيعي هو استمرار لاعب بيلعب في مستويات المحترفين لسن 56، مش كده وبس، ده كمان بيجدد تعاقده مع فريقه وبينوي الاستمرار حتى سن 60. بطل فقره النهارده في وان شوت هو المهاجم الياباني كازو ميورا، او الملك كازو زي ما بيطلق عليه. اللاعب الياباني قرر
انه يجدد تعاقده مع الفريق البرتغالي اوليفاريانسي دون الكشف عن مده تجديد التعاقد. لكن كازو زي ما انتم شايفين قال في تصريحاته لبعض الصحف البرتغاليه انه بينوي الاستمرار في الملاعب حتى وصوله لسن الستين. طبعا يعني هذا الرقم بالنسبه لنا جديد وبالنسبه له عادي، اما بالنسبه للواقع ما فيش شك ان كل واحد مننا يقدر يعمل اي حاجه في اي وقت وفي اي مكان، لكن في النهايه هو الاصرار والعزيمه رساله قويه جدا بيقدمها كازو لكل العالم حتى المحبين لكره القدم او غيرهم. دي النهايه، نهايه حلقتنا، نهايه اخبارنا. دايما نشوفكم على خير ودايما بالخير في اخبار اون تايم.